اللي بيحصل للذهب؟ ليه أسعاره بقت جنونية؟ كل يوم في ارتفاع، وإيه أسباب الجنون ده؟ هل ممكن أسعاره تنزل الفترة اللي جاية؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. بانكير، نبض البنوك. أسعار الذهب في مصر الفترة الأخيرة بقت في ارتفاع كل يوم، وبالفعل حصلت قفزة جنونية لأسعار المعدن الأصفر عالمياً، وتأثرت بيها الأسواق المحلية في مصر، لكنه حالياً بيتراجع بشكل بطيء بعد ما سجل ارتفاعات كبيرة. وفي الساعات الأخيرة سعر الذهب في محلات الصاغة سجل عيار 24,3977 جنيه للشراء و 3,966 جنيه للبيع. أما عيار 21 فسجل هو كمان 3,480 جنيه للشراء و 3,470 جنيه للبيع، وده حصل بعد ما كان مسجل 4,050 جنيه أول امبارح. وعيار 18 في التوقيت ده كان مسجل زيادة كبيرة وصلت ل 3,500 جنيه بدون مصنعية، وعيار 18 سجل النهاردة 2,983 جنيه للشراء و 2,974 جنيه للبيع. أما عيار 14 فسعره كان 2,320 جنيه. طب وبالنسبة للجنيه الذهب؟ طبعا ناس كتيرة بتشتري الجنيه الذهب لأنه بيحفظ الفلوس وكمان معلهوش مصنعية كبيرة زي المشغولات، فأغلب اللي عايز يستثمر في الذهب بيشتري الجنيه علشان يحفظ فلوسه ويجمدها من خلاله، عشان كده هو أفضل خيار. وسعر الجنيه الذهب عيار 24 27,840 جنيه للشراء، 27,760 جنيه للبيع. ونقدر نقول ان السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الذهب في مصر هو زيادة القدرة الشرائية في فترة زمنية قصيرة، وطبعا ده ساهم في ان الاسعار وصلت لقمة تاريخية ما وصلتش ليها قبل كده. بخلاف الارتفاع العالمي للمعدن النفيس لأسباب كتير، وهو انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النهاردة وبكرة لبحث أسعار الفائدة والاتجاه لخفضها، وده معناه ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا، واللي بيكون ليه تأثير مباشر على سعره هنا في مصر. وممكن جدا سوق الذهب في مصر يهدى والأسعار ترجع تنخفض في حالة واحدة، وهي التريث وعدم شراء المعدن الأصفر في الوقت الحالي وهو في أعلى نقطة ليه. لكن مع التهافت على الشراء متوقع أن سعر جرام 21 يوصل 5000 جنيه سنة 2025. عشان كده لو حضرتك عايز تشتري ذهب اختار الوقت المناسب واشتري، وبكده تقدر تضمن أن استثمار فلوسك وانت قاعد في بيتك صح بنسبة 100%. ولو حضرتك هتنزل تشتري دلوقتي فهنقول لك شوية نصايح مهمة، واللي أهمها انك تتنقل ما بين تاجر واخر او محلات كتير، وتسأل عن الاسعار علشان تتجنب النصب، كمان تسأل عن قيمة المصنعية، بعد كده تختار تاجر بتثق فيه سمعته حلوة في السوق علشان ما تتغشش. ولما تيجي تختار فحاول تشتري عيار 21 لانه الاقل مصنعية عند البيع، وياريت تبعد عن الفصوص. ولو ناوي على الاستثمار او الادخار فما فيش قدامك غير السبائك والجنيهات الذهب، اشتري وتأكد من الختم على الذهب كويس، وما تنساش الفاتورة الضريبية اللي عليها رقم السجل التجاري والسيريال نمبر ورقم البطاقة الضريبية للمحل علشان تضمن حقك كويس. انا أشرقة أشرف، والى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.